خطيبة أسامة مروة ظهرت في حفلة عيد ميلاد خلودي، شاهدوا المزيد من بنبلش مع قمر الطائي اللي فاءت كتير نشيطة في السنة الجديدة، وحكت انه راح تخصص وقتها مشان تكتب اهدافها اللي بدها تحققها لهاي السنة. ايضا الجمهور لاحظ انه بطل اي تفاعل يجمع قمر الطائي والسلاوي على السوشيال ميديا، وهالشي اللي خلاهم يتوقعوا انه في زعل ما بينهم. اوكي صباح الخير جايز، جود مورنينج، شلونكم شخباركم؟ بس بعضكم مستغربين انه قمر ليش قاعدة من وقت. باي ذا واي قمر مو قاعدة، قمر اصلا ما نامت، بس كان عندي شغل على الحاسبة كملته، وكان عندي كم شغلة كملتهم، وصراحة مو ناوي أنام. آخر يومين ثلاثة رجعت خربت نومي، تذكرون عشان تبعت لنومي، فبما أنه بلشنا نيو يير فأريد أرجع أعد بالنومي، فحبقى قاعدة. وصراحة هسه أفكر أنه تعرفون شو نسوي إحنا كل سنة، كل ما تجي سنة جديدة أحط أهداف للسنة هاي وأحطهم قدام عيني أنه هذول لازم أحققهم. فأم سو اكسايتد، احس هاي السنه رح ننجز نفس ما انجزنا هاي السنه اللي فاتت، وسوينا انجازات جنن سوا. فممكن هسه اقعد احط اهداف وخطط وارتب هيك يعني امور، وراها اذا طلعت الظهر العصر اسوي لكم فعاليات على السناب، فتابعوني على السناب شات تابعيني. بس والله حبيت اعطيكم ابديت، انتم شلونكم، شو مسوين، شلون النيو يير عندكم؟ ايضا بعد ان قامت عائلة الدكتور احمد وسالي بنشر فيديو عيد ميلاد ابنهم خلودي، الجمهور بلش يدور على حبيبة اسامة مروة ما بين الحضور، ولفت انتباههم تواجد بنت كانت متواجدة جنب اسامة مروة، لكن الجمهور اكد انه هاي البنت هي صديقة احمد الشعر، صديقة مروة، وما في علاقة تربطها باسامة مروة. ملك كأس العالم البطل.